السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحصة الماضية يا شباب تحدثنا عن الـ Random Access Protocols، وبالتحديد عن الـ Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. عرفنا الألغوريثم كيف شغال، اللي هو ألغوريثم مطور عن ألوها زي ما عرفنا، وكانت هذه الخطوات بتاعته خطوة خطوة، وزي ما شفنا فيش فيه Acknowledgement، بيعتمد على الباك اوف تايم اللي هو بيكبر exponentially. بعد هيك شفنا الافشنسي لهذا البروتوكول، وشفنا المعادلة بتاعتها اللي هي الافشنسي تساوي 1 على 1 زائد 5 تي بروباجيشن على تي ترانسميشن، تمام. وقلنا انه الافشنسي بتكون افضل، هي تقول الى 1، اذا هي تكون افضل لما بكون الـ T propagation هذه تؤول إلى 0 صغيرة، أو الـ T transmission تكون كبيرة. إذا كل ما كبرت الـ T transmission زمن الـ transmission اللي هو maximum size للباكيت أو للفريم، كل ما كبر أو يصغر الـ propagation time، يعني المحطات تكون قريبة من بعض، الـ stations أو الأجهزة، المقصود الأجهزة النودز تكون قريبة من بعض، بكون هذا أفضل، بتكون الإفشنسي أعلى. والآن ننتقل للإذرنت. طبعا في فرق بين الـ Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection وبين الإذرنت. هذا هو البروتوكول، البروتوكول اسمه Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection، الستاندرد تبعه اسمه IEEE 802.3، لكن التكنولوجي بسموها إذرنت حتى نميز. فالإذرنت فريم ستراكتشر، إذا إيش شكل الفريم المستخدم في الإذرنت؟ تمام، شكله زي ما أنتم شايفينه. هاد في عنا بريامبل، في ديستنيشن أدرس، سورس أدرس، تايب، الداتا تسمى بيلود، وفي سي آر سي عشان نعمل التشيك لأنه في إيرور أو ما فيش إيرور. طيب ما هو البريامبل اللي هو في البداية؟ هو عبارة عن 8 بايت خاصة بالسينكرونيزيشن، 8 بايت كلها 10 10 10، في البايت الأخير آخر 2 بيتس 1 1، إذا كله 10 10 كأنه بسنترة، بسنتر زي ما كنا نقول على منتصف زمن البيت الواحد، فهو بسنتر وبيعمل سينكرونيزيشن. لكن لما يصل لنهاية البريامبل في البايت الثامن في عنا ستارت ديليميتر، بسموه هذا ستارت ديليميتر اللي هو 1 1 1، بيجي إذا جت ال 1 1 معناته بعده حيبدأ الديستنيشن أدرس على طول، بيفهم إنه بعد الواحدين هذول حيبدأ الديستنيشن أدرس. طبعا الديستنيشن أدرس والسورس أدرس كل واحد فيهم عبارة عن 8 بايت، ليش؟ لأن هذا ماك أدرس 48 بت، الماك ادرس 48 بت منه، اذا الديستنيشن ادرس عباره عن ماك ادرس والسورس ادرس. تايب، ايش هو التايب؟ قال لك indicates higher layer protocol، اذا هو بيعرف ايش البروتوكول اللي اعلى اللي فوق الفريم، هل هو اي بي خاص بالانترنت، او هو نوفيل اي بي اكس شبكه نتوير، او هو ابل توك، أو أي بروتوكول آخر. طبعا إذا احنا شغالين في الإنترنت فبكون دائما IP إنترنت بروتوكول. الأدريسز زي ما قلنا هي عبارة عن إيش؟ 6 بايت سورس أدرس، 6 بايت ديستنيشن أدرس، 6 ضرب 8 48، لأن كل واحد فيه عبارة عن 48 بت. طبعا الأدابتر إذا لقى الأدرس تبعه عند الريسيفر، عند الريسيفر هان إذا لقى إنه الـ destination address هو الأدرس تبعه تبع كرت الشبكة، بيقبل الرسالة وبرفعها للـ network layer، بيقبلها وبرفعها للـ network layer. إذا أدرس مش تبعه بيعمل cancel للرسالة، discard. لكن في حالة أخرى بيقبل الرسالة إذا مش الأدرس تبعه، اللي هي في حالة الـ broadcast، لما يجي الأدرس كله وحدات broadcast، إذا الكل معني في هذا الأدرس، فهو بيقبل برضو الرسالة اللي برودكاست، زي مثال عليها الـ ARP اللي تعرفنا عليه Address Resolution Protocol. طيب
التايب قلنا بيعرف اللاير الأعلى. السايكليك ريدندنسي تشيك اللي هي السي ار سي طبعا خاصة بالايرور ديتكشن، وإذا كان وجد ايرور ايش فريم از دروبت، خلص بتخلص من هذا الفريم. إذا هذا الفريم جاي من يو دي بي راحت عليه، تخلص منه خلص بروح نهائيا بيرجعش. لكن إذا هذا الفريم جاي من تي سي بي من الطرف الآخر، هو من خلال مراسلة تي سي بي طبعا سيعاد إرساله، لأنه تي سي بي عندها acknowledgement وريلايبل، فسيعاد إرساله من التي سي بي وحيمر كفريم مرة أخرى. لذلك الكارير سنس مالتيبل اكسس والكوليجن ديتكشن فيش عنده acknowledgement، لأنه بيعتمد على الأبر لايرز، بيعتمد على التي سي بي إنه هو مسؤول عن إعادة الإرسال، هو مسؤول عن الأكنولجمنت. الإيثرنت كونكشن ليس هو كونكشن ليس طبعا وأنريلايبل زي ما قلنا فيش فيه أكنولجمنت. إذا كونكشن ليس لأنه فيش عنده هاند شيكينج، وأنريلايبل لأنه فيش عنده أكنولجمنت، والمسؤول عن الأكنولجمنت هو التي سي بي لو كانت هذه رسالة تي سي بي. قلنا لو يو دي بي دروبت للأبد خلاص. الإيثرنت ماك بروتوكول هو عبارة عن unslotted carrier sense multiple access with collision detection، هو اللي احنا درسناه في الحصة الماضية وشفناه اللي بيعتمد على الباك اوف الباينري باك اوف تايم. ال 802.3 ايثرنت ستاندردز متعددة كويس. الستاندرد اسمه 802.3 لكن بيلحقوا احيانا بعض الاحرف اللي بتميزه حسب التكنولوجيا المستخدمه زي ما انتم شايفين هنا. اذا عندنا many different ethernet standards common mac protocol and frame format، كلهم لهم نفس الماك بروتوكول والفريم فورمات زي ما انتم شايفين هنا. لو شفنا اللينك لاير كلهم زي بعض، نفس الماك بروتوكول، نفس الادرسز، نفس الفريم فورمات اللي شفناه قبل شويه اللي هو في الادرسز والبريامبل والتايب والداتا نفسه. الاختلاف بصير في الفيزيكال لاير، لذلك في انواع متعدده. هذه المجموعه اللي محوطه بالازرق هذه قلنا كوبر، يعني هي انواع من التكنولوجيا المعتمده على النحاس. النوع الحديث المستخدم الان طبعا currently هو 100 based TX. في انواع قديمه اعتمدت على الكاتيجوري 3 اللي هي 100 based T2، اعتمد على 2 pairs من الكيبلز هي كاتيجوري 3، وهنا ال 100 بيس تي 4 اعتمد على 4 بيرز، مروا معانا حتى في الداتا كوميونيكيشن تحدثنا عن هذا النوع. اما التي اكس بيعتمد على 2 بيرز من الكاتيجوري 5 او 6 او 7. في هذا الكلام موضح في الجدول هذا، هي التي اكس اسمه 3 يو البروتوكول تمام. قال لك هو كرنت، الأنواع الأخرى التي 2 والتي 4 هي ليجاسي صارت، والتي 1 أنواع قديمة وكانت تعتمد على البام. إذا بتتذكروا بتراجعوا في الداتا كوميونيكيشن في تكنولوجي كانت للإنكودينج كان اسمها بام، اعتمدوا عليها شرحناها في الحصة الفصل الماضي. لكن التي اكس 100 بيس تي اكس بيعتمد على 4B 5B أكيد فاكرين، بوصل ل 100 متر. اوكي خلصنا من هذه الجزئية. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل إذن في موضوع السويتشز. تابعنا موضوع الإيثرنت هو الإيثرنت سويتش. الإيثرنت سويتش زي ما قلنا أكثر من مرة هو ترانسبيرنت وكأنه مش موجود. كل هوست بيتعامل مع الراوتر مباشرة وكأنه بيتعامل مع الراوتر مباشرة، لكن فعليا في سويتش وبيستقبل الداتا وبعيد إرسالها، هذا اللي بيحصل، لكنه زي ما بنقول هو ترانسبيرنت. هي مكتوب هنا كويس. إذا اللينك لاير ديفايس اللي متبع في الإيثرنت هو السويتش، الإيثرنت سويتش. مرات بسموه سكند لاير سويتش، ليش؟ المرات بيجي ثيرد لاير سويتشز، بعض السويتشز فيها راوتر كمان او اكثر من راوتر، عدد من الراوترز، فبسموها ثيرد لاير سويتش. طيب هو تيكس ان اكتف رول، دائما هو له رول اكتف نعم. ستور فورورد ايثرنت
فريمز. هو يعني عمله بيعتمد على الستور والفورورد، بيخزن وبعيد الارسال. والراوتر هو كذلك بيعمل نفس الشيء، بيخزن وبعيد الارسال. اكزامن انكمينج فريمز ماك ادرس، اذا بفحص الماك ادرس للفريم اللي جاي. سيلكتيفلي فورورد فريم تو وان اور مور اوت جوينج لينكس، بعدين بيختار من اي مخرج حيخرجوا، اجاله من واحد مثلا كويس، وعنده مخارج كثير للسويتش، قد يكون 8 16 32 كويس. بعدك بده يختار من اي مخرج من اللي حيخرجوا او اكثر من مخرج حسب العنوان اللي جاي. طيب when frame is to be forward on a segment، نكمل هان. examine incoming frames MAC address selectively forward frame to one or more outgoing links when frame is to be forwarded on a segment، لما بده يرسل الى segment بقصد segment يعني مخرج المسار اللي حيمشي فيه. uses carrier sense multiple access with collision detection to access segment، بيستخدم هذا البروتوكول للمرور للسيجمنت، لكن فعليا في السويتش ما فيش ايش، ما فيش كوليجنز نهائيا، فيش تصادمات زي ما حدرسنا البروتوكول النظري. في السويتش ما فيش تصادمات، هو ترانسبيرنت. اذا هوستس ار انوير اوف ذا بريزنس اوف ذا سويتش لانه كانه بيتعامل مع الراوتر مباشره. بلاك اند بلاي والسيلف ليرن، يعني بتشغله وبيشتغل لحاله، بدوش سيت اب زي الراوتر. الراوتر بيحتاج سيت اب، اما السويتش بدوش سيت اب. switches do not need to be configured. hosts have dedicated direct connection to switch، اذا كل host موصول في السويتش على port من البورتات. تمام. switches buffer packets، لما بترسل له اي رساله في الاول بخزنها عنده، في عنده رام خزنها في الرام في البفر. تمام. Ethernet protocol used on each incoming link. Ethernet protocol هو اللي شغال اللي بنعرفه. Carrier sense multiple access collision detection. But no collisions. تمام؟ مش collisions. هو full duplex، يعني الرسائل راحة وجاية في نفس السلك. Each link وفي نفس الوقت. Each link is its own collision domain. كل link من هذول أو كل segment يعتبر collision domain لوحده. طيب switching A لـ A شرطة، شايفين هان معنا A لـ A شرطة مثلا، و B بده يرسل لـ B شرطة. تمام. كان transmit simultaneously وصل without collisions، هذول الرسالتين بيحصلوا بدون collisions. ليش؟ لأنه هو بيخزن في الرام والبروسيسور بيحدد المخرج وبيخرجها بدون أي مشاكل، مفيش تصادمات. How does a switch know الاي شرطة reachable via interface 4؟ يعني اجت الرسالة من A للسويتش، كيف عرف انه لازم يخرجها من مخرج رقم 4، بورت رقم 4 عشان توصل لاي شرطة، وكيف انه حيخرج من المخرج 5 عشان يوصل الرسالة لبي شرطة؟ سؤال مهم. طيب each switch has a switch table، اذا كل واحد عنده switch table أو forwarding table. تمام. زي اللي كان عند الراوتر تقريبا، لكن البروتوكول مختلف. عند الراوتر كان في routing بروتوكول معقد اللي هو link state أو سميناه الفيكتور كويس، وعلى أساسه كان بيستخرج بيحدد المسارات. هان الأمر أبسط بكثير. MAC address of host interface to reach host. ايش في الجدول هذا؟ في الجدول هذا each entry، كل entry في السويتش تيبل في الماك ادرس اوف ايتش هوست. تمام. الموصولين انترفيس تو ريتش هوست، اذا بحدد عندي البي شرطه هي الماك ادرس تبعه، الانترفيس تبعه رقمه 5 موجود في الجدول، والتايم ستامب كمان كويس. بحدد هذه الاشياء لكل البورتس اللي عنده. looks like a routing table. okay. how are entries created؟ كيف بده يعبي هذه الانتريز؟ تمام. قلنا something like a routing protocol، لكن ابسط. بنشوف الان اسم العمليه self learning. اذا هو بتعلم لوحده self learning. هي رساله، شايفين الباكيت هذا الايثرنت الفريم،
من ايه لايه شرطة رايحه، من ايه لايه شرطة. طيب لما بتيجي الرسالة جاية من ايه وصلت ل السويتش، اول حاجة عرفها ايش؟ عرف عنوان مين، عرف البورت تبع ايه، اذا اجاله الماك ادرس تبع ايه، وعرف انه بيجيله، ما هي اجت على البورت واحد، عرف انه ايه متصل على البورت واحد، على طول هذه المعلومة بسجلها، هاي الماك ادرس تبع ايه، والانترفيس اذا رقم واحد، والتايم تو ليف حط 60 مثلا. تمام اوكي. طبعا في اول مرة حيبعت الرسالة برودكاست للجميع، هو بيعرفش انه ايه على البورت 4 ايه شرطة، بيعرفش انه ايه شرطة على البورت 4، بيرسلها ايش برودكاست للجميع، كلهم بيعدموا الرسالة، بيستقبلها وبرفعها للنتورك لير فقط ايه شرطة، لانه جاي عنوانه في الرسالة، وبعد شوية حيرد ايه شرطة، بده يرد على الرسالة، قال له السلام عليكم وعليكم السلام. فلما برد ايه شرطة وصلت الداتا للسويتش، تمام، فالسويتش على طول بيعرف عنوان مين في الحالة هذه، عرف عنوان ايه شرطة. اذا عرف عنوان ايه شرطة فبيسجله في الجدول. كذلك بعد شوية بي بيرسل، بيعرف عنوان بي، بنفس الطريقة بعد شوية بي شرطة بيرد الرسالة فبيعرف عنوان بي شرطة، بيعرف البورت تبعه يعني. تمام وهكذا. طبعا المقصود في الفلادينج هاي البرودكاست، يعني هو اللي بيبقاش عارف العنوان بيعمل برودكاست بسموها فلادينج، وبيرسل الرسالة بهذه الطريقة، وبعدين بيرجع الرد زي ما قلنا. اوكي switches versus routers both are store and forward، إذن كلاهما بيشتغل store and forward، خزن ثم بعيد الرسالة. السويتش يا جماعة شغال على link layer، شايفين السويتش على link layer وبتعامل مع الفريم، أما الداتاجرام شغال عن، أما الراوتر شغال على network layer وبتعامل مع الداتاجرام اللي هي ال IP address. إذن هنا IP address في النتورك لاير في الراوتر، اما في السويتش هو ماك ادرس، اشتغل مع الماك ادرس. اوكي both have forwarding tables، كل واحد عنده فعلا forwarding table، لكن طريقة تعبئة التيبل في الراوتر من خلال routing algorithm، لكن هذا من خلال self learning، من خلال self learning بيعتمد على الماك ادرس. اوكي الفيلانس خليها للحصة الجاية، بنكون معكم اونلاين بإذن الله. السلام عليكم.